موضوع مشى بزاف في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ضربة إعلامية من بوز كما يقول ورك، هو أنه حفيد دراجي المعلق الرياضي الجزائري وقع في فخ تاع ناشطة سورية، وهذا في إطار الصراع اللي راهو بين وبين الصحفي فيصل قاسم. هما في زوج يخدموا عند الجزيرة، يخدموا في قطر، يعني في نفس المؤسسة، شو الاخر بي ان سبور والاخر الجزيرة، هما عند نفس المؤسسة في بلاد واحدة وعايشين في زوج من عند قطر. تبادلوا الاتهامات بيناتهم، تغريدات على تويتر، وإذا بناشطة سورية تدخل على الخط وتفخخ حفيد دراجي، يعني بطريقة جد ذكية، لأنه ربع ساعة وهي تمدح فيه وتدفع فيه لمدح النظام السوري، ويعني ما فهمتش صح تأيد نظام جزائري بعد ما كان ضد نظام جزائري بعد عاد، ولا كل واحد حر. أنا ما ندخلش روحي في الأمور، أنا أحترم كل الآراء. إنك تصفق لنظام كل يوم يدخل في الجزائريين للسجن، في نظام نافي للجزائريين، في نظام حارم الجزائريين من اللقاء ما بيناتهم، نظام حرام، تأيد ربي سهل عليك. ما تعود تأيد في نظام ثاني ما هوش بلادك، صح قال عندك فايدة في الجزائر في النظام الجزائري، مش راح تربح انت من النظام السوري، نظام مجرم. الشيء بتاعه تحب التقتيل توضعه على حساب الأحرار اللي خرجوا ضد النظام وحبوا يطيعوه، يعني هذا ولاو خونه ولاو متآمرين ولاو كذا ولاو كذا، وشكون اللي قتل الشعب؟ يعني الشعب هذا ناض وحده. سبحان الله، انا كنت مشي بزاف في سوريا ونعرف كيفاش الوضع في سوريا، كيفاش الشعب يخاف، كيفاش القمع، الظروف المعيشية، كولونيل تلقاه كي يكمل الخدمة يروح يغسل الطوموبيلات. اي نعم، تسيبو أستاذ جامعي يكمل يروح يبيع شاورما، لأنه شاليته ما تكفيهش. فقا عايشين في سوريا وشي يعني منها. زيد تشوف قمع، هذا يخاف من هذا، الخو يخاف من خوه، البنات يخاف من ولده. حصل لي اني دخلت لواحد الحانوت في دمشق، طلبت كاسيتات تاع شيخ امام، انا نحب بزاف تسمع شيخ امام واحد فؤاد نجم. قلت نقتنع الفرصه اني في سوريا نجيب كامل الاغاني تاعهم، وانا يعني كانوا عندي اغاني قلت نلمهم. دخلت سقسيت وقت اسكو عندكم اغاني الشيخ امام؟ قال لا ما فيش. قعدت نشوف هذا وشفت الاخر تاع وادي الصافي تاع ناظم الغزالي، قلت له هادو ما عندك منهم؟ قال لي قلت تحب تسجل؟ قلت له تقدر تسجل لي منهم لانه يحط هادو تسجل تعاود لي. كي يهدر قال لي انت منين؟ قلت له جزائري. قال لي ساعات تحب الشرطه تاع الشيخ امام؟ قلت له انا داخل على الشرطه تاع الشيخ امام، ليش تحبس على فريد الاطرش؟ قال لي كاينين. قال لي بالعقل، لانه الاستماع الى اغاني الشيخ امام واحد فؤاد نجم اليوم يتكلموا على ما يحصل في مصر، مش ما يحصل في سوريا، ممنوع. شفتوا وين يعني واحد يدافع على نظام كما هذا؟ عيب عيب، انا نقول عيب. واللي تغيظ هو انه وهي تقول انت علم وانت كذا وانت كذا، تكبروا تكبروا تكبروا، هذه اللي تغيظ، يعني حراشي وليد الحراش تزيري تزيد تلعبها لك، يعني واحدة بكل بساطة، يعني هذه سذاجة بلا واش. خليكم تسمعوا لهذا التسجيل اللي دارته الناشطة السورية
واش راح الحق وسمعوا انتم عليكم الحق. نعم، صباح الخير صباح الخير صباح النور مدام، أستاذ حفيظ دراجي، يسعد أوقاتك. يا مرحبا، أهلا وسهلا أهلا أستاذ. بك، معك أنا سيدي سناء من القصر الجمهوري في دمشق. أنقل لك تحية خاصة لحضرتك ولمواقفك. الله يسعدك، الله يحفظك، هذا واجب يا سيدي، هذا واجب. ونتمنى أن لا تكترث لمن لهم أبواق وخربوا البلاد. يعني هذا، يعني أنا كلفت أن أنقل تحيات كل القصر الجمهوري على رأسهم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، حفظه سلمي عليه الله. كثيرا، سلمي عليه كثيرا، والله معكم، الله معكم أخي العزيز. نحن نريد أن نقول لك شيء أستاذ حفيظ، أنت علم يعني كبير ومعروف، مواقفك الجيدة والقوية. نتمنى أن لا يعني يرجعك أحد عن هذا القوة في لا الدفاع لا لا عن الأوطان العربية التي دمرها هذا ما يسمى الربيع. أبدا 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 سيدتي، أبدا سيدتي، أبدا. هذا ليس ربيع، ولكن هذا خراب، لا قلت لك، هذا نعم طبعا هذا طبعا خراب البلاد يا أستاذ حفيظ، خراب للبلاد، خراب للديار. ماذا فعلوا؟ فعلوا، خربوا البلاد باسم الحريات والديمقراطيات. وهذا المدعو فيصل القاسم باع وطنه أول من باع وطنه، أول شخص. وكان سعيد وفخور بتهديم بلده، كان سعيد وفخور كل مرة يموتوا ناس، كل مرة يتهدم سوريا، كل ما كان سعيدا ومنتشيا وكأنه مش عارف مين. نعم، الحمد لله. هؤلاء الأشخاص ينكرون فضل البلاد عليهم، درس وتعلم وترعرع في هذه البلاد، والمال، المال والشهرة، سبحان الله. يعني أنت يعني لا ينقصك لا مال ولا شهرة، ولكن مواقفك الثابتة أستاذ حفيظ هذا يعني الحمد يدل لله، على النبتة الطيبة. ونحن طبعا علاقتنا، علاقة السيد الرئيس مع الجزائر علاقة يعني أنا قوية، عارف، أنا عارف سيدتي، أنا ولا عارف سيدتي، يدمرها أنا عارف. أحد، ولا يدمر. أستاذ، متى ستكون لك زيارة إلى دمشق؟ والله يسعدني يا مدام، والله يسعدني، هل إذا سأقف هل تواصل إذا كان هذا رقمك، هذا رقمي، نقف في تواصل في أول أنا مناسبة وفرصة إن شاء الله، في سنوجه أول لك دعوة رسمية بإذن الله باسم شكرا سيدتي، شكرا. السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الباقي رغم أنوفهم، الله الباقي. يسعدك، الله معك، الله معك. وسنراه قريبا في الجزائر. الجزائر نعم نعم إن شاء الله، إن سيزور شاء الله، إن الجزائر شاء الله، مرفوع إن الرأس، شاء الله، إن شاء مرفوع الله. الرأس. ساعتها خلينا نشوف الدكتور فيصل القاسم، ما يسمي نفسه دكتور فيصل القاسم، ماذا سيفعل، ماذا سيكتب. بإذن الله مدام، بإذن الله، هل بإذن الله، زوجهنا مرحبا لك، بك، مرحبا بك. إذا وجهنا لك أستاذ حفيظ دعوة، هل ستكون ملبي لهذه الدعوة؟ ولن يسعدني تكترث، بكل فخر سيدي، لما سيكتبه فيصل القاسم؟ والله لا، والله لا يهل الشعر مني يا سيدتي، نعم، والله لا يهل الشعر مني، يكتب ما يريد. لك كل الاحترام والتقدير أستاذ هو حفيظ. وغيره، هو صدقني وغيره، هو وغيره لا يهزون شعر مني. صدقني، أريد أن أقول لك شيء هام. البارحة كنا مجتمعين بالسيد الرئيس الدكتور المتواضع دكتور بشار الأسد الله يسلمك، الله يسلمك، وزوجته الرائعة، قالوا كلام عنك أنا أنقله لك باسم الدكتور بشار، أنك علم من أعلام الرياضة الكبير، اسمك لامع، الله يحفظك، الله يحفظك، الله والرجل يحفظك، العربي الأصيل. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. هذا أقل من واجب سيدتي، سلمي عليهم كثيرا، والله معكم، وإن شاء الله نشوف سيد رئيس الجزائر إن شاء الله، إن بإذن شاء الله، الله. بإذن الله. لا أعرف، هناك يقولون أنك كتبت تغريدة أخرى تعتذر منها من الشعب، هم أبدا اعتقدوا أنك أبدا أبدا. أبدا ليس صحيح، أبدا، ليس رديت مكتوبة، رديت وقلت بأنه أنا لا أقصد الشعب السوري، الشعب السوري على العين والراس، أنا لا أقصد الشعب السوري لا، حر، في أنه فسروها أنك نعم اعتذرت من ما يسموا يعني أعداء الوطن، يعني هكذا فسرت يعني. هو فسرها، هو فسرها
تمام، وابواقه هي موجوده، التغريده واللغه العربيه سليمه وما فيهاش ولا هو حب يعمل لي مشكل مع الشعب السوري، وكانه انا لما سبيته سبيت الشعب السوري. انا لم اسب الشعب السوري، الشعب السوري حر، الشعب السوري حر. نعم، يعني لازلت على تغريدتك الأولى أنه من دمروا البلاد، أنت طبعا تقصد من دمروا البلاد، طبعا خرجوا ثورات طبعا ودمروا البلاد لكي يسقطوا رئيس جمهورية منتخب طبعا بشكل ديمقراطي. طبعا سيدتي، طبعا سيدتي، هو حب يعمل لي مشكل مع الشعب السوري، حب يعمل لي مشكل، ووصلتني ردود من سوريين محترمين هنا وحتى من سوريا، يعني من حتى موجودين معي زملاء. قلت لهم انا رديت على هذا ما يسمى الدكتور، انا وش دخلني في الشعب السوري نهاجمه بذلك الشكل؟ هو اللي خان وطنه، وهو اللي دمر وطنه، وفارح لتدمير وطنه، نعم، فارح لتدمير وطنه. انا لم اقصد الشعب وحرض، السوري، لا لا، وحرض أيضا، يعني وحرض على الدكتور بشار وعلى سوريا، سوريا العظيمة اللي العظيمة كانت لا ينقصها شيء، لا ينقصها شيء، دمروا البلاد يا دكتور، يا أستاذ، دمروا البلاد. أنا لم أغير موقفي، ومستعد لكي أجدده غدا وبعد غد وبعد غد، أبدا أبدا. لا، فسرت والشعب السوري، الشعب السوري ليس فيه فقط معارضين، الشعب السوري في الجزائر فيه معارضين وفيه المؤيدين وفيه، ونحترم كل الناس، وهذا هو المجتمع الصحيح، يعني اللي فيه حيوية وفيه رأي ورأي آخر وفيه احترام للبلد وفيه محافظة عليه، حتى ولو اختلفت أنا وأنت، ولكن لا نختلف على وطننا، لا نعم نهدم وطننا نعم نعم أبدا. هناك الوطن العديد في وطن، سوريا، الوطن وطن شيء آخر. أستاذ حفيظ، هناك العديد من السوريين المقيمين في سوريا يعارضون ويتكلمون ولا أحد يفعل لهم شيء. وهذا من حقهم، هذا من نعم حقهم سيدتي، نعم من حقهم، نعم وهذا من حقهم، وهم أحرار في ذلك. أنا لا شأن لي بي، أنا رديت على السيد الذي انتقدني وانتقد بلدي، رديت عليه كشخص، صوبت فقط بأنه شعب سوري على العين والراس. أنا عمري ولا تهكمت على الشعب السوري هم اعتبروا ولا تدخلت في تغريدتك شأن، أستاذ حفيظ، اعتبروا التغريدة الثانية هي اعتذار من الثوار أو أبدا ما يسمون أبدا المعارضة. أبدا سيدتي، أبدا أبدا سيدتي، أبدا سيدتي، هذا ما أبدا. عهدناك، هذا ما عهدناك فيه يا أستاذ حفيظ دراجي الرائع، اللي قريبا الله يسعدك، تغريدتي سنقدم. واضحة، تغريدتي واضحة ومكتوبة باللغة العربية، واللي عنده نوايا صادقة يفهمها كما هي، أما اللي عنده نوايا خبيثة فيفهمها كما يريد. بس نعم، صحيح صحيح، لك كل التحية والتقدير الله يسعدك مدام، الله يسعدك، ولك سلام خاص أمرت أن أنقله لك من الدكتور بشار الأسد وحرمه. سلمي لي عليه كثيرا، وقولي له لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر، هذا أقل شيء، لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر الدولة فقط. نعم، متى سنرى السيد الرئيس في الجزائر؟ متى تتوقع؟ والله بإذن الله سيحضر، بإذن الله، أنا مطلع وعندي مقاعد، بإذن الله سيحضر إن شاء الله هنا على الجزائر. هل هناك ترتيبات برأيك لهذا الأمر من الجزائر؟ طبعا هل تستطيع هناك الجزائر ترتيبات، وهناك ترتيبات، أن تتحمل هذه النتيجة برأيك؟ طبعا طبعا. نعم الجزائر يا سيدتي لا تخاف، لو انك لائم. وبعدين احنا معروفين بمواقفنا، حتى ولو كانت مواقفنا في بعض الاحيان لا تعجب البعض، لكن نعم مواقفنا ثابته من قضايا امتنا، واحنا مع عوده سوريا الى حضن الجامعه العربيه، وعودتها راح يخليها ايضا تعبر عن وجهه نظرتها، وتكون جزء من هذه المنظومه العربيه مثل ما كانت من زمان. وعادي جدا فرد من العائله يرجع لعائلته. بس نحن نرى الآن الكثير يعود لمصالحة الدولة السورية، وليس كلمة، يعني هو ليس نظام، هو دولة قائمة بحد ذاتها، رغم التآمر عليها، هو فقط، يعني بداية المشكلة كانت بينك وبين ما يسمى فيصل القاسم، كانت بسبب فلسطين أعتقد، صح؟ نعم، من أصلها هي قضية فلسطينية، الأصل هو قضية فلسطينية. هو وبعدين هو أنا عارف أنه النظام المغربي والمخزن كما نسميه، وأنت تعرفي متاعبنا ومشاكلنا مع النظام المغربي، وشفتي أيضا الحراك اللي صار بيني وبين نظام المخزن مثل ما يسمى منذ سنة تقريبا في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك تهكم كبير علي وعلى بلدي، وهو جزء، وأنا أعتبره جزء من هذا النظام المغربي الذي ماسك عليه اشياء
ربما، وصار حتى يتكلم مغربي، حتى في تغريداته الآن ينشر تغريدات بلهجة مغربية، فرغم صعوبة لحظة. تقصد فيصل القاسم. نعم، اه فيصل يكتب القاسم، اه تغريدات نعم، هو فيصل القاسم. باللهجة الدارجة يعني. طب اللهجة الدارجة المغربية يعني، نعم ولا نعم يفهمها أي سوري، اه ولا يفهمها أي سوري ولا أهل اعتقد الريف، هذا يفهمه أي منذ قليل مغربي. كتب تغريدة انا لم افهمها. ماذا يقصد فيها؟ لم افهمها. ليست تغريدة، كتب على كتب الفيسبوك، كثير. على الفيسبوك كتب. لا اعرف، ليس عندي هاتف اخر لكي انظر اليها، ولكن لم افهمها يعني. هل هي باللهجة لا، الجزائرية؟ هي بالمغربية، هي اللهجة المغربية، ماذا اللهجة يقصد؟ المغربية ماذا هي يقصد باللهجة. فيها؟ ماذا يقصد فيها؟ والله سامحيني، سامحيني، نعاود نطلع عليها في تليفون آخر، آه وممكن نقول لك ماذا يقصد بها. لا أعلم. سامحيني بس دقيقة. لا تفضل تفضل، أنا معك أنا معك. اللي فيه الفز كيقفز، ماذا يقول؟ اللي فيه الفز كيقفز، هو أي معناته ما معناك؟ بالمغربية ما معناها؟ معناها اللي فيه في نفسه شك، هو اللي يرد، يعني هو اللي أها يرد أنا الفعل لم أفهمها تقريبا. يعني، هذا أنا لم أفهمها، وكلفت أن أسأل حضرتك ما معناها يعني. هذه لهجة مغربية، هذه لهجة، آه اللي يعني فيه الفز كيقفز. آه يعني هو الآن يرد بلسان المغاربة، كون أن فيها مشاكل بين المغرب والجزائر. طبعا، والآن المغاربة داعمين كلهم ضدي، طبعا فيه سب وشتم كبير جدا من طرف المغاربة، كلهم يدعموها طبعا، نعم لأنه حسب رأيهم قد ظلمني أو حجمني أو حطني في موقع محرج، ولكن أنا لا يحرجني هذا الأمر تماما. صدقيني بأنه حتى تغريدتي الثانية أبدا لم تكن اعتذار، لأنه لما تكتب اعتذار واضح لا، هم أنك تكتب تفاعلوا اعتذار. معها على أساس أنك تراجعت عن كلامك، وأنك تعتذر من ما يسموا نفسهم المعارضة أو الثوار اللي هم ضد أبدا النظام أو ضد الدولة. أبدا يا سيدي، أبدا. اطمئني اطمئني اطمئني، أنا هذا موقفي ولن يتغير أبدا. أعلم ذلك، لذلك أنا أمرت وكلفت من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في أن أتحدث معك، وأشكرك بشكل مباشر بلسان الدكتور بشار، وقال لي حرفيا أنت العربي الأصيل. سلمي عليك كثيرا. سيصل حتما، وسأبلغ تحياتك وسلامك واستعدادك في الأيام القادمة لطلب دعوتك بشكل رسمي إلى سوريا، بإذن الله سيدتي. ونحن لا نخاف من أحد. أبدا أبدا سيدتي أبدا. الله يحفظك، الله يحفظك، ويومك جميل إن شاء الله. شكرا جزيلا على أشكرك التواصل. أشكرك جزيل الشكر، أشكرك أستاذ حفيظ دراجي، أشكرك جزيل الشكر. دعني أقول لك شيء مهم أيضا أستاذ حفيظ، أنت علم ولا يهمك نباح الكلاب، أبدا أبدا لا يهمك نباح أبدا الكلاب، سيدتي أبدا. لا يهمك. دعني أقول لك شيء أيضا هام جدا أستاذ حفيظ دراجي. أستاذ حفيظ دراجي، للأسف أنت خسرت نفسك وربحت الوقوف مع الديكتاتوريين. أنا ميسوم بير أدار، وهذا اعتراف منك بأنك عميل لنظام قتل شعب وشرد شعب وهجر شعب. يعني فعلا خسارة كبيرة أنه إنسان مثلك متمكن بالحياة أن يكون مع أنظمة ديكتاتورية قاتلة مجرمة. وأنا أتشرف بالدكتور فيصل القاسم وأمثاله، وهو تاج فوق رؤوسنا نحن الأحرار. بس هذا الشيء اللي حبيت أوصل لك إياه، إنه سهل جدا إنه الواحد يضحك عليكم، كتير سهل، لأنه أنتم من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. تعرفوا المثل هذا يا أستاذ حفيظ؟ سكر سكر الأستاذ حفيظ دراجي بعد ما أكل الصاروخ الأرض جو. كان معكم حفيظ دراجي وميسوم برقدار، وعاشت سوريا حرة ويسقط كل مؤيد لبشار. موجة قوية، هذا واحد كما قال أحد الإخوان يعرفوا، قالوا قعد في الرياضة أحسن، لأنه واحد كان يعارض في النظام، وكان يعني عنده مواقف مشرفة، وحتى لما دب دب ما وقتها دب دب، قلنا لا ما نحسبوش هذا
حاولنا كيفاش ما نلوموهش، ولكن هذا شيء ما فيه ما يتقال. ربي يقدر الخير بحال بلادنا، وربي يهدي من غلط ومن زلق، وإن شاء الله هذا الصاروخ جو أرض يكون يعاود يعطي الحق الدراجي يدرك الشيء اللي راه يدير فيه، لأن الشيء اللي يدير فيه ما يخرجش عليه وما يشرفش. يعني واحد اللي كان عنده مواقف، وعلى كل من الاول كان مع النظام وخدم يعني، ومش حتى العهده الثالثه مع بوتفليقه، في العهده الرابعه عند بوتفليقه، ومن بعد مع العرب. بعدين الحين كيفاش نظام اخمج من نظام بوتفليقه، تجي تقف معاه وتصفق له. بوتفليقه ما دارش في الجزائر كما دارت البون، كل يوم ناس في الحباس. لان يعني الحين مرات ما الاستاد تغلقوا، هذا حق دراجي راه معلق رياضي، من المفروض يخمم كيفاش الملاعب تاع الجزائر مغلقه في وجوه الجمهور، والبطوله كلها تتلعب بدون جمهور، كاس الجزائر ممنوعه منذ 3 سنوات، السوبر كوب ممنوعه منذ 3 سنوات، كيفاش هذا؟ ويسكت ما يتكلمش على هذه الامور. ربي يقدر الخير، هذا شكر ربي يهدي ما خلق.